حيت انا تنبكي بزاف في الزنقه، انت عيطوا لي على الكره تنمشي تنبكي تنمشي جيت القنطره تنبغي نتاحر كاع تنبقى نبكي انا ولادي يحسوا بيا ولادي. عندي وليدات يقراو ما لقيتش باش نقريهم، ما تلقاش باش نشريهم لا كتوبة لا باش نخلص المراجعة، ما تلقاش باش ما تلقاش باش نخلص عليهم الكرا، وتغلبت اخويا ما تلقى باش نوكلهم ولا باش نشربهم، تعطوني على جيراني ما ناكل وما نشرب، طحينة وزويتها وداكشي، ورانا تقهرت اخويا بغيت اللي يعاوني على الوليدات وعلى الكرا وعلى نعكاري عند الناس و... راه تغلبت الله غالب اخويا، ما خداماش ومريضه بالكواط وبالاعصاب وتنشرب كينه ديال تختور الدم، ما خداماش حتى نترزق الله، انا ما بغيتش علي يعاوني على الوليدات غادي يتشردوا ليا، تيقراو في المدرسه ديال المخزن وتيعطوني حباب الله حويجات قدام باش نلبسهم، والشكاير عا تيعطيهم لي تاني عقدام، والكتوبة تا هما تنطلبهم من عند المكتبة، هادشي اللي كاين اخويا. بما اننا اليوم في هذا اليوم هذا العالمي اللي هو 8 مارس اللي كاينين واحد النساء في واحد الجهة في العالم كيتلقاو هدايا وكيتلقاو ورود حمراء وهدايا عبارة عن روائح وعطور وما إلى ذلك، هناك أيضا نساء في بقاع هذا العالم هذا، ومنهم نساء في المغرب، وحنا جالسين مع واحد النموذج منهم اللي هي هاد السيدة هذه اللي الهدايا اللي كتنزل عليها في هذا اليوم هذا واللي كتنزل عليها في باقي الأيام قبل هذا اليوم، واللي مازال إلا إن شاء الله بالمشيئة ديال الله إلى حسن الوضعية ديالها، وهي الهدية ديال المشاكل والقهر ديال الزمان. حنا مع هاد الحالة هذه اللي كتشوفوا أمامكم اللي كتعاني مع هاد الوليدات هذا اللي صراحة ما يستاهلوش هاد العيشة هذه، في حين أن حتى شي وليدات مغاربة ما يستاهلوا بحال هاد العيشة، ولكن اللي خلاني أنني أنا نتكلم ونوصل لكم الميساج أكثر، لان كيف ما شفتوا السيده هضرات لكن كانت شويه متاثره، ما مولفاش هادشي، ما مولفاش خرجات اعلاميه، الظروف طراتها انها باش تخرج ما قادراش تهضر، هي مريضه وزادت مرضات راسها بهاد الاعصاب اللي مع هاد الحاله المعيشيه، قالت على انها في واحد الوقت كيجيها واحد التفكير على انها تهز هاد الوليدات وديهم للخيريه، فانتوما تخيلوا معايا تهز هاد الوليدات وتديهم الخيرية اللي هما الطرف من الكبدة ديالها وتهزهم وديهم الخيرية، علاش كتقول باش انهم ما يتكرفصوش، يعني الكبدة كيف ما غتسمح فيهم ولكن الصالح ديالهم، ولكن تخيلوا معايا لا هزات هاد الوليدات هادو وداتهم الخيرية كيفاش غتعيش هاد الأمة دي وكيفاش غيعيشوا حتى الوليدات، لان كيف ما شفتوا معنا في الفيديو البنيتة الأم ديالها كتهضر وهي مسكينة كتبكي والوليد كذلك، يعني كيتأثروا بالأم ديالهم، الى الظروف فرقات هاد الوليدات كيفاش غاديين يعيشوا، يعني راه بيا وبكم وبالمحسنين المغاربه وبالناس اللي القلوب ديالهم طيبه، وانا كيف ما كنقول لكم دائما في جميع الحالات الانسانيه اللي كنعرض لكم انا املي كبير في المغاربه، لان فوق ما كنصور مع شي حاله انسانيه كيجيوني اتصالات من ديك الحاله الانسانيه بان راه المغاربه تعاونوا معها وكل واحد يعني باش قسم الله، وكنحس بواحد الروح ولات كترجع في ديك الحاله الانسانيه، هذا شيء اللي كيفرحني، فكيف ما قلت يعني بالفضل ديالنا حنا راه هاد الوليدات غيبقاو مع الام ديالهم وغيبقى الشمل مجموع، وهاد السيده هادي غادي تحسن الحاله ديالها الا ما درناش حنا شي خطوه، راه الصراحه راه هاد الام في الاخير راه ما غادي يبقى
ما يبقى ليها والو، لان ما نقدروش نسمعوا لدرجه انها كتمشي للقنطره وكتبدا تبكي وتبكي وتبكي وتفكر في الانتحار، ما بغيناهاش واحد النهار توصل حتى انها تفكر في هذه الفكره هذه. عاد التطبيق ديالها راه ما غاديش نتحملوه وما غاديش نتمناو لها ان شاء الله، وحنا من هذا المنبر هذا كنوجهوا ليها حتى هي كنصيحه، الى ضاق بها الحال طلب الله سبحانه وتعالى وغاي يجيب الفرج في واحد النهار وتحيد عليها هاد الافكار هادو. فكيف ما قلت الخلاصه ديال الاقوال ديال السيده راه كتعيش واحد المعاناه اللي كبيره بزاف مع هاد الوليدات هادو اللي كتشوفهم تبارك الله ملائكه ما يستحقوش هادشي، وحتى هي كذلك كأم كسيده كمرأة مغربيه اللي حنا كنحتفلوا بها في هاد اليوم هذا ما تستحقش هاد العيشه هادي. فكنتمناو ان شاء الله كاملين نرفعوا لها واحد الهاشتاغ كيف ما رفعناه لريان وكيف ما رفعناه لبزاف ديال الحياه ديال الحالات، وبينا للعالم التآزر ديالنا والكرم ديال المغاربه ومثلنا العروبه اكبر تمثيل او افضل تمثيل. دونك حتى هاد السيده هادي نبينوا على الكرم وعلى التآزر ديالنا حنا كمغاربه، ونتمنى من مكاني هذا ان تكون الرساله ديالكم وصلت وتكون المعالجه ديال هذه السيده هذه وصلت لكم كيف ما وصلت لي انا حداها. اللي كيف ما قلت وباش نختم الكلام ديالي، في حين ان كاين ناس وحدين اخرين اللي كيتلقاو هدايا، فضروري ما غادي في هذا اليوم هذا نسلطوا ضوء على واحد الحالات اللي كتعيش في الظلمه. كاين حالات اللي كتعيش في النور اللي تصورت في الشارع كتاخذ ورود كتاخذ هدايا حمراء وهدايا ورديه، لكن لازم علينا نسلطوا الضوء على حتى هاد الحالات اللي كتعيش في هذا الجانب هذا المظلم، وناخذوها بعين الاعتبار باش ان شاء الله العام الجاي في 8 مارس نحتفلوا بجميع النساء ديال المغرب ونعطيهم الورد وهما فرحانين، ماشي نعطيهم الورد وهما الدخل ديالهم لا يعلمه الا الله. كنشوفوا مسكينه البنت ديال كتبكي كتبقى فيها، حيت انا تنبكي بزاف في الزنقه من تيعيطوا لي على الكره تنمشي تنبكي تنمشي جيت القنطره تنبغي ننتحر كاع كانوا قالوا فيا انا ولادي يحسوا بيا ولادي. ما تلقاش باش نوكلهم تنخرج الوليد وتنخرج الظروف تتحكم عليك تمشي لباب الجامع تترزق الله تجيب لهم ما ياكلوا خويز ما ياكلوا وعندي الدواء غالي تنستعمل الدواء غالي عندي القواط عندي الهشاشه عندي الاعصاب متبع على الاعصاب عندي سياتي عزتني في المرض ما بقيتش نقد نخدم الا تبعت الدواء ما تلقاش النور تنجمد راسي وكلشي تيدير عليا ما كاينش اللي دخل عليا حتى شي حاجه. السلام عليكم يا المحسنين يا اهل الخير. هاد السيدة كتعيش معاناة من الجوع ومن الفقر ومن السكن ومن اللبس لوليداتها صغار ومن كل من هي حاجة. الله يجازيكم بخير المحسنين، رحنا دايم الله ما يدوم إلا وجه الله، ما كدوم لا دار ما كدوم لا دار ولا دنيا ولا والو، اللي كيشوف يشوف وجه الله، رزقنا عند الله ورزقنا في بعضياتنا كاملين. الله يجازيكم بخير المحسنين. شوفوا في هاد السيدة مع وليداتها رفت تعيش معاناة، الإنسان اللي صايم باش ما صابش باش يتغدى وصايمة، الآن الله في الليل وقتاش واكلة باش صايمة باش تطيب الخبز اللي غتاكل هي في الغداء تعطيه لولادها ياكلوه ياكلوه. الله يجازيكم بخير المحسنين، أجلوا ولا تؤخروا. مسكينة لدرجة بكية التيد ما صابش باش تصبن حويجات لولادها. الله يجازيكم بخير، واللي بغى الحج والعمرة راه كاين غير هنا. الله يجازيكم بخير والله يحفظكم المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن. مسكينة لدرجة بكية التيد ما صابتش باش تصبن حويجات لولادها. الله يجازيكم بخير، واللي بغى الحج والعمرة راه كاين غير هنا. الله يجازيكم بخير والله يحفظكم المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن. نتوما حداها كيفاش كدوز أيام؟ أنا إلا جات لعندي راه مسكينة داكشي اللي قسم الله راه ما غنقولش أنا بفمي ما غاديش نقول. ما جاتش لعندي أنا راه ما تنجيش لعندها، هي اللي كتجي لعندي ولكن انا عارفه المعاناه ديالها وعارفه المعيشه ديالها، والوليدات مساكن في جنبها بالجوع يومين ونهار ونص وليله ونهار والله اللي كيغلب والله الغالب.